دعوة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قوبلت برفض شعبي من متظاهري البصرة وناشطيها، واعتبروها محاولة من التيار لركوب موجة التظاهرات لتسييسها لصالحهم، حيث خرج الناشطون في البصرة ببيان يعبرون عن رفضهم لتظاهرات أتباع عمار الحكيم في البصرة. دعونا نتابع. باسمه تعالى اجتمعت مجموعة من ناشطي وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي عن تظاهرات البصرة لتبيان جماهير البصرة أنها تستنكر أشد الاستنكار بتسييس مظاهرات جماهيرها المطالبة بحقوقهم، وترفض ركوب هذه المظاهرات من قبل أي جهة سياسية، وخاصة التي فشلت في قيادة البصرة وسبب من أسباب تدهور وضعها الحالي. وكذلك نؤكد بأن البصرة وجماهيرها لا تقف مع حكومتها المحلية المقصرة في استحصال حقوقها وعدم تجيير هذا الموقف لجانب الحكومة المحلية وخاصة المحافظ ومجلس المحافظة. ونكرر مطالبنا التي طرحت في جميع المظاهرات وعلى رأسها توفير فرص العمل والحياة الكريمة لأهلها وحقوق شهدائها وضحاياها وتوفير جميع الخدمات وإبعادها عن الصراعات السياسية، مع ضرورة استبدال هذه الحكومة المحلية التي فشلت في استحصال حقوقها المشروعة. كذلك تتحمل الحكومة المحلية إعطاء الإذن والسماح لإقامة التظاهرات التي تقف لها يوم الجمعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.